الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال خبراء اقتصاديون إن احتياطات العراق المالية لا ترتفع وتتجاوز حاجز 100 مليار دولار رغم ارتفاع أسعار النفط. وبيّن الخبراء أن ذلك يعود لعاملين، الأول هو ارتفاع مبيعات البنك المركزي اليومية إلى نحو 300 مليون دولار لتغطية الاستيرادات، مضيفين أن السبب الثاني هو الارتفاع بالإنفاق العام، لا سيما فاتورة الرواتب التي تشمل التقاعد والإعانات والرعاية الاجتماعية والتي تقترب من 100 تريليون دينار، مؤكدين أن الاعتماد على الاقتصاد النفطي فقط يشكل خطورة بسبب احتمالية انخفاض أسعار النفط وفشل الحكومة في تنويع مصادر الدخل وتقليل الإنفاق. كشف التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمية في مدينة لوزان السويسرية عن غياب العراق عن تصنيف الدول المتقدمة والأكثر تنافسية على مستوى العالم. وضم التقرير 67 دولة على المستوى العالمي، بينها 6 دول عربية ليس من بينها العراق، و4 دول أفريقية لأول مرة. وعلى المستوى العالمي احتلت سنغافورة المركز الأول بحصولها على 100%، جاءت بعدها سويسرا ثم الدنمارك ثم إيرلندا. أما على المستوى العربي كان ترتيب الدول بحسب تقرير مركز التنافسية العالمي: الإمارات العربية المتحدة أولا، ثم قطر، فالسعودية، ثم البحرين. أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف إغلاق 52 مشروعا متنوعا مخالفا لشروط السلامة. وشرعت المديرية بتنفيذ حملة إغلاق أغلقت خلالها 52 مشروعا متنوعا، شملت فندقا ومجمعات تسوق وقاعة مناسبات مخالفة لشروط السلامة. ومديرية الدفاع المدني أشارت إلى أن هذه الإجراءات التي نفذت وعلى مدار الأيام الماضية تأتي من خلال لجنة من الدوائر المختصة نتيجة عدم وجود شروط السلامة والأمان في أغلب المشاريع في المحافظة. أعلنت هيئة النزاهة تنفيذ عملية تم خلالها الإيقاع بموظف في مصرف حكومي بمحافظة ميسان قام بالاستيلاء على مبلغ 131 مليون دينار لأحد زبائن المصرف. وقالت الهيئة إنها ألقت القبض في المصرف الزراعي التعاوني فرع ميسان على أحد الموظفين لقيامه بالاشتراك مع موظفين آخرين في المصرف بالاستيلاء على أكثر من 131 مليون دينار من حساب أحد الزبائن في المصرف. وأضافت أن عملية سحب المبلغ من الحساب الجاري للزبون في المصرف تمت دون علمه بعد تزوير تواقيعه والاستيلاء على أمواله المودعة لحساب المتهم. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية إلى أمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي. وقالت إدارة الطاقة الأمريكية إن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 164 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 64 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه. وأضافت الإدارة أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 8 دول رئيسة من ضمنها العراق بلغت 6,028,000 برميل يومياً. والآن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام الموجز للقاء.